السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ثلاث مواقع، ثلاثة نفس الفكرة، ثلاثة متنافسين مع بعض، الثلاثة تقدر تعمل تصاميم وتكسب منها فلوس كويسة جدا. بمعنى ايه؟ ان انت تدخل على مواقع زي فريلانسر وابوركس وخمسات وتشوف ناس عايزة خدمة معينة. ممكن يكون واحد مثلا عايز يعمل شوية كروت او تصاميم او حاجة للسوشيال ميديا او فيديوهات او كذا، فبتروح لأي موقع من دول وتقدر بحساب مجاني او حساب بفلوس تعمل كل التصاميم اللي انت عايزها. عندنا موقع اسمه كانفا، وعندنا موقع تاني من مايكروسوفت اسمه مايكروسوفت ديزاينر، عامل برضو زي فكرة كانفا نفس الفكرة، بتختار ديزاين وتبدأ تعدل التكست والصور زي ما انت عايز. وعندنا برضو موقع كمان اللي هو بتاع ادوب اكسبريس، ده شركة ادوب عاملاه لسه برضو جديد، بحيث ان انت تقول له انا عايز اعمل فيديو صور، فبيديك تمبليت تعدل فيه تبقى معاك التصميم بتاعك جاهز. والتلاتة على فكره في الشغل بتاعهم بيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي، في بعض الامكانيات خاصه بالذكاء الاصطناعي. كانفا بتستخدم حاجات كتير من الذكاء الاصطناعي، مايكروسوفت ديزاينر طبعا هي شريك في اوبن اي اي، ففي حاجات كتير جدا مرتبطه بالذكاء الاصطناعي ومعتمده على دال اي، وبرده الادوب بدات تدخل الذكاء الاصطناعي زي ما شفنا في البرامج بتاعتها زي الفوتوشوب دلوقتي بقى موجود الفاير فلاي، فهتلاقي برضو الذكاء الصناعي في التلات حاجات دول. فانت كده بتستخدم الذكاء الصناعي في ان انت يبقى ليك دخل، يبقى ليك يعني ممكن تشتغل فريلانسر بشكل حلو قوي معتمد على التلات مواقع دول. طيب خلينا نشوف مثال عملي. هخش مثلا على كانفا وتبدأ تختار اي ديزاين موجود وتبدا تعدل فيه، يعني دي كلها تصاميم انا ما بداتش من الصفر، دي مثلا حاجات خاصه بعيد الميلاد، حاجات خاصه بكتب معينه، بمحاضرات، بفيديو مثلا كنت عامله، تمام، محاضرات معينه وهكذا. كل دول مجرد بختار تصميم واعدل كام كلمه يبدا يظهر معايا. يعني على سبيل المثال انت عايز تعمل كروت مثلا، فتكتب مثلا انا عايز اعمل كان في لوجو، تمام، هتلاقي تمبليت كتير. ممكن تعمل مثلا كارد او عايز تعمل بيرثدي كارد زي ما انت عايز، يبدأ يجيب لك بعض التصاميم. كل عليك ان انت هتغير في الكلام، هتغير في كذا، هو حتى بيبدأ يقولك انت عايز المقاس بأني حاجة، الستايل، الزيمس اللي انت عايزه، لو انت عايز برايس تقول انا عايز حاجات الفري بس اللي تظهر قدامي، تمام. تبدأ بقى تختار الديزاين اللي انت عايزه، مثلا حاجة بالشكل دوت، وليكن مثلا اخترنا ده، فبيقول لي كاستمايز تمبليت. احنا عملنا كذا فيديو في الكانفا وان شاء الله برضه ما نكمل، لان هو فيه حاجات كتير قوي، يعني هو ممكن يعمل فيديوهات، ممكن يعمل سيفيهات، ممكن يعمل اختراعات كتير قوي، مش مجرد بس الديزاين. لو انت حاولت تبدا تعمل ديزاين زي ده من الصفر هياخد منك اكيد وقت مهما كنت محترف. كل عليك بقى ان انت مثلا عايز تغير دي، بدل هابي بريزدي عايز تخليها مارج مثلا، كل عليك ان انت تكتب الكلمه اللي انت عايزها خلاص خلصت، تمام. في تصميم مثلا عايز تغيره هتقدر تغيره من هنا، عايز تحط صوره هتبدا تقول له ابلود وتختار الصوره، ومجرد تعلم على الصوره تبدا تظهر معاك، تمام. وليكن مثلا صوره مين، مثلا هحط صورتي عشان ما حدش يزهق، تمام. خلاص حطيت الصوره، تبدا بقى تسحبها، تصغرها، تكبرها، خلاص بقت الصوره موجوده معاك اهي، تمام. بالشكل دوت. الديزاين ده عايز تغيره تغير اللون بتاعه زي ما انت عايز، كبر صغر زي ما انت عايز. الخلفيه عايز تغيرها تقدر تغير الخلفيه، تقدر ترسم اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه مسموح لك تعدل فيه زي ما انت عايز، تمام. طيب خلصت، هتقول له شير وتقول له داونلود، وتبدا بقى تختار انت عايز تسافر جي بي جي ولا بي ان جي ولا بي دي اف، ولو في حركه ممكن تسافر ام بي 4 او جايف، تمام. خلاص بتبدا تختارها ويبدا ان هو يحملك الصوره دي، وتبقى خلاص انت عملتها، تمام. الصور تقدر تعمل صور احترافيه وتبيعها على المواقع اللي احنا قلناها بتاع فريلانسر وخمسات وهكذا. في مواقع كتيره احنا شرحناها على القناه تقدر تعمل فيها تصاميم وتكسب منها فلوس. طيب مايكروسوفت ديزاين
نفس الفكره برضو، هو عنده كذا ديزاين جاهز، تبدا تختار الديزاين وتعدل فيه بعض التكست، تعدل فيه بعض الصور، اختار اي صوره انت عايزها. وحتى انت ممكن تخش تغير كل الصور الموجوده وتغير كل الكتابات، تعمل حاجه مختلفه 100% عن اللي كانت موجوده قبل كده. وممكن تستخدم الذكاء الصناعي في ان انت تكتب الحاجه اللي انت عايزها وتقول له جنريت، يعني تكتب اي حاجه هنا هو يبدا يعمل لك صوره من الحاجه دي، يعني بياخد التكست يحوله صوره. تمام، هو بيقول لك جنريتنج ديزاين فور يو، عمل لنا التصاميم اهوت. تقدر تختار اي واحد فيهم وتعدل فيه، ممكن تحط صوره هو يبدا ان هو يعدل فيها، يقدر يعمل لك جنريت ايمج وهكذا. طيب اخترت ده، قول له بقى ايه كاستمايز ديزاين، انا عايز اعدل على التصميم اللي انا اخترته. ممكن تعدل الكلام، ممكن تعدل حاجه، بس خلاص هو الديزاين موجود، انت بس ايه بتحدد ان هو ده هتعمل له، تغير الاسامي بتاعته وتغير تكست، تغير حاجه صغيره فيه. او بالشكل دوت تقدر تغير تكست، تقدر تغير اي حاجه انت عايزها، تقدر تعمل اد الميديا، تقدر تخش على التمبليت فيجوال تكست، تقدر تغير اي حاجه انت عايزها، تقدر انت تغير. عايز تغير الكلام دوت دوس عليه مرتين واكتب اي كلام انت عايزه. بالشكل دوت تمام، تقدر تعدل التكست، وتقدر تعدل الفونت، وتقدر تعدل تعمل على شكل بولد وبوزيشن وكل الحاجات دي. طيب لو احنا جينا هنا، ده برضو اللي هو ادوب اكسبريس، ده اغلب اللي فيه مجاني او حسب النسخة اللي انت شاريها من ادوب، بيبقى فيها ممكن يقولك انت خلاص انت عندك حاجة بريميوم، او لو انت زي حالاتك كده بالشاري هتبقى انت شغال على ادوب اكسبريس فري. تمام، طيب انت عايز تعمل ايه؟ اختار بقى، انا عايز اعمل فيديو، عايز اعمل فوتو، عايز اعمل دوكومنتس، زي ما انت عايز. اي واحده فيهم انت عايزها تقدر ان انت تختارها، ويديك تمبليت كتير قوي تقدر تختار اللي انت عايزه فيهم فري، وفي حاجات لازم تكون انت دافع او شاري نسخه بريميوم. ممكن نقول مثلا احنا عايزين نعمل صوره مثلا غلاف كتاب مثلا، ونبدا نشوف ايه الاشكال اللي موجوده. تمام، في حاجات تمبليت كتيره جاهزه، او في خدمات كتيره ذكاء صناعي، فهتلاقي حاجات كتيره توفر عليك وقت. وهي نفس الفكرة بتاعت مايكروسوفت ديزاينر وكانفا، وان شاء الله في الدروس اللي جاية نبدأ نشوف حاجات كتيرة جدا بتسهل الشغل، او تبقى حاجات سبيشال نبدأ ان احنا نشرحها. ممكن تقول انا عايز اعمل فلاير، عايز اعمل فيسبوك بوست، عايز اعمل سوشيال ميديا. فميزة حلوة ان احنا نبدأ ان احنا نستخدم الادوات ديت، سواء ان احنا عملناها لينا احنا توفر علينا وقت في الشغل بتاعنا، او ان احنا ممكن نعمل بيها شغل فريلانسر او شغل حقيقي او هكذا. زي ما انت شايف تصاميم كتير قوي، كل اللي عليك ان انت تختار الصورة وتحط صورتك، تحط بقى ايه تكتب الاسم اللي انت عايزه او التمبليت، هو تقول له ايديت ذا تمبليت، يبدا ان هو يفتحه وتعدل زي ما شفنا قبل كده.